مشاهدينا الكرام في كل مكان، اهلا ومرحبا بحضراتكم الى حلقه جديده من برنامجكم الاسبوعي انباء واراء. مضى عام على انتفاضه طوفان الاقصى التي قامت بها حركه حماس ضد قوات الاحتلال الاسرائيلي. اعقبتها عمليه السيوف الحديديه الاسرائيليه التي راح ضحيتها من بدايه الحرب اكثر من 42 الف شهيد واكثر من 100 الف مصاب فلسطيني في قطاع غزه. بعد هذا العام اتسع النطاق الجغرافي للنزاع المسلح إلى خارج حدود غزة، وانخرطت فيه العديد من القوى والجماعات في المنطقة، وبات المشهد يمثل ضربات متبادلة على اختلاف قواتها وتأثيرها بين إسرائيل من جهة وحماس وحزب الله اللبناني وإيران والحوثيين في اليمن من جهة أخرى، الأمر الذي حذرت منه مصر ومن تداعياته مرارا وتكرارا. منذ اللحظات الأولى للعدوان الإسرائيلي لم تدخر مصر جهدا لوقف العدوان الإسرائيلي، وما تزال في صدارة الجهود الإقليمية والدولية الدافعة نحو تنفيذ وقف فوري ودائم لإطلاق النار وصد كافة المحاولات الإسرائيلية الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية، إذ تمثل الجهود المصرية الراهنة امتدادا لدورها التاريخي تجاه القضية الفلسطينية والتي كانت وما تزال على رأس أولويات القيادة المصرية على مر التاريخ. للحديث بشكل مفصل عن المشهد في الشرق الأوسط جراء العدوان الإسرائيلي بالتزامن مع مرور عام على هذا العدوان، يشرفنا أن نرحب بضيفنا وضيفكم الكريم الأستاذ صلاح جمعة، نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط. أهلا بك أستاذ صلاح، شرفتنا. سنتحدث بشكل كامل وبتحليل بننتظر من حضرتك وافي، ولكن إذن لنا أن يكون ذلك بعد متابعة هذا التقرير مع مشاهدين الكرام، تفضلوا بالبقاء معنا. مر عام كامل على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بدولة فلسطين الشقيقة، عام من عمليات الخراب والتدمير والقتل وجرائم الحرب والإبادة الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني الأعزل في غزة، وسط صمت مريب وتخاذل وتواطؤ من المجتمع الدولي. فمنذ الطوفان الأقصى في 7 أكتوبر من العام الماضي، وإسرائيل لم تتوقف عن تجريف قطاع غزة وتجويع الفلسطينيين حتى أصبح غير مؤهل للحياة، وكانت مصر على عهدها حائط صد منيع أمام كل المخططات الإسرائيلية. فقد بذلت الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي جهودا ضخمة لوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والتي اندلعت في 7 أكتوبر الماضي، حيث تحركت الدولة المصرية على عدة مستويات. فقد تحركت سياسيا ودبلوماسيا للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في القطاع، وإنسانيا لإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء القطاع بالكميات التي تسمح بالوفاء باحتياجات أهالي غزة الذين يواجهون مجاعة بسبب جرائم الاحتلال وحصارهم، فضلا عن اتباع المسارات القانونية من أجل معاقبة إسرائيل على ما تقوم به من جرائم ضد الإنسانية. ووقفت مصر سدا منيعا وحائط صد قوي ضد مخطط تهجير الفلسطينيين من غزة إلى سيناء وتصفية القضية الفلسطينية، وخاضت جهود وساطة ومفاوضات لوقف إطلاق النار، وقدمت مساعدات إنسانية وإغاثية لأهالي غزة. فالقاهرة قدمت نحو 80% من المساعدات الإغاثية التي نفذت إلى القطاع، وفتحت مستشفياتها للمصابين والمرضى من أهلنا في القطاع، ونظمت زيارات إلى الحدود مع غزة لمئات المسؤولين الدوليين للوقوف بأنفسهم على الأوضاع الكارثية التي يعيشها سكان غزة وما تقوم به إسرائيل من جرائم إبادة جماعية وتجويع لأهالي غزة، وفضحت الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية أمام العالم. وستستمر مصر في جهودها ومساعيها السياسية والدبلوماسية بالتعاون مع كل الأطراف المعنية، سواء الدول العربية أو الدول الأوروبية الداعمة لحل الدولتين، حتى يتم وقف الحرب وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، ليعم السلام منطقتنا ولن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية. من جديد لحضراتكم التحية، والتحية موصولة لضيفنا وضيفكم الكريم الأستاذ صلاح جمعة، نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط. من جديد التحية للدكتور أستاذ صلاح، وعايزين نبتدي من حساب عام، بمعنى أنه انتفاضة طوفان الأقصى الرأي حولها منقسم إلى رأيين. رأي يرى بأنها كانت ضرورة تاريخية لإحياء القضية الفلسطينية، ورأي يرى أنها كانت خطأ. وبحسابات المكسب والخسارة أتساءل مع حضرتك من الناحية السياسية والعسكرية كيف تراها الآن؟ نعم، يعني أولا يعني خلينا نتفق على أن ما قامت به يعني 17 هو نتيجة وليس يعني نتيجة للاحتلال،
ونتيجة لتراكم الاحتلال، ونتيجة ليأس الشعب الفلسطيني من التوصل للقضية. وكانت تاريخيا أن القضية الفلسطينية نسيت، ويعني العالم لم يفكر في القضية الفلسطينية. وبالتالي أنا بعتقد أن يوم 10/7/17 أحيا القضية مرة أخرى. ولكن من قاموا بهذه العملية من حركة حماس والفصائل الأخرى لم يكونوا يتوقعون هذه ردة الفعل الإسرائيلية. هذه هم كانوا يعتقدون بأنها ستكون مرة مثل المرات السابقة. إسرائيل قامت منذ عام 2008 بقصف غزة وضرب غزة، 2008 21 يوم، وبعدها بعد يعني 2000 وبعدها 2014 قعدت 51 يوم، وبعدين بعد كده و18 و20 و21 و22 و23 اللي احنا فيها دي. فكانت كلها عمليات قصف على غزة كانت بتستمر عدة أيام، ومصر بتتدخل وتنتهي هذه صحيح. الحرب بهدنة طويلة بعد ذلك بتنقضها إسرائيل وتقوم حرب أخرى، خمس حروب. وبالتالي كانت حركة حماس تعتقد بأن هذه الجولة ستكون مثل الجولات السابقة، كانت تريد فقط تحريك القضية الفلسطينية. كان هناك عملية تطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، وكان هناك دول عربية تريد التطبيع، وبالتالي حركة حماس حاولت أن تحرك هذا الملف، وبالتالي قامت بهذه العملية. ولكن كانت حساباتها حسابات يعني مش مظبوطة بالنسبة لردة الفعل الإسرائيلي. على العموم إن الحدث حدث، وإن إسرائيل سواء حركة حماس قامت بذلك، كانت هناك مخططات، وهذه المخططات جاهزة منذ زمن بعيد وفي الأدراج. موضوع إسرائيل الكبرى ده موجود وبيتكلموا عنه في الحركة الصهيونية. أنا كلام حضرتك أستاذ صلاح إنه يعني خلينا نقولها إن صح التعبير كده، إنه قدرا هو طوفان الأقصى كان متزامن مع توقيت معين بالنسبة لإسرائيل. هي استغلت هذه الخطوة. يعني لو نتحدث عن إسرائيل الكبرى بعد مرور مثلا 76 عاما على إنشائها في عام 48، فقدرا هو طوفان الأقصى جاء مع هذا التاريخ، يعني نعم جاء هي مع هذا العمر. يعني هي يعني هم اليهود يعني يفكرون في إقامة إسرائيل الكبرى، ولن يهدأ لهم بال إلا بالتوسع. وأنت سيادتك شفت لما ترامب بتكلم وبيزايد ويقول إن هي دولة صغيرة ويجب أن تتوسع ويجب أن تكبر ويجب أن تسمن. هتسمن على حساب مين؟ طبعا على حساب الدول العربية. وبالتالي هناك نية للتوسع، وهناك نية للعدوان، وهناك نية للتهجير القسري. فبالتالي ما يحدث في غزة الآن وفي شمال غزة حاليا، خطة الجنرالات يمكن حضرتك سمعت عنها، بيتكلموا عن عملية إخلاء لكل شمال قطاع غزة من المدنيين حتى ينفردوا بكل المقاومة هناك، ويتم تصفية المقاومة وإزاحة كل السكان إلى الجنوب، والقيام بدفعهم مرة أخرى إلى الجنوب وحتى الحدود المصرية، للحدود المصرية، إزاحتهم إلى الحدود المصرية. يعني إسرائيل مستمرة. وإحنا كنا في الأول بنتكلم، لما الناس كانت بتتكلم وتقول توقعاتك كام، أقول لهم لا إسرائيل مستمرة في الحرب على غزة. والموضوع طيب يوصل لسنة. الحقيقة محتاجة برضو تعليق من حركة أستاذ صلاح، لأنه يعني معروف العقيدة العسكرية الإسرائيلية عدة نقاط، من بينها الحرب الخاطفة، الحرب خارج الأرض، خارج الحدود، يعني الحرب على جبهة واحدة، عدم فتح عدة جبهات. إسرائيل نقدر نقول النهاردة إنها غيرت عقيدتها العسكرية، تحارب لوقت أطول، تحارب على عدة جبهات، تحارب داخل أراضيها إن صح التعبير. لأنه هنا التساؤل الفرع الآخر، وهو في صلب النقطة المتعلقة بحساب أو كشف حساب يتعلق بحماس والمقاومة الفلسطينية، أنهم بشكل أو بآخر استطاعوا الصمود لمدة عام. نعم. فيبدو أنهم أيضا كانوا متحسبين لأن تكون هذه الحرب. يعني إسرائيل لو كانت هناك دولة بتحاربها، دولة كبيرة بتحاربها، وإسرائيل لم تتلقى مساعدات من أي دولة أخرى، كانت انهارت بالمنظور الحرب. يعني حتى في 73، وحضرتك قريت مذكرات جولدا مائير
بعد فترة قصيرة قالت خلاص احنا اسرائيل بتنهار، الجيش المصري هو لولا الولايات المتحدة الامريكية والجسر الجوي الامريكي هو اللي انقذ اسرائيل من الـ من الـ من الانتهاء، كانت تنتهي. وبالتالي اسرائيل دولة وظيفية ولن تقوم الا بمساعدة خارجية خاصة من الولايات المتحدة والخارج. وثبت هذا بالدليل عندما قامت ايران بالضربة الاولى الى اسرائيل، لم تستطع اسرائيل بمفردها الدفاع عن نفسها، وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية وقامت بالدفاع عنها، على الرغم من إيران بلغت ساعة الصفر وبلغت الأهداف التي ستنطلق منها وبلغت عدد المسيرات وعدد الصواريخ حتى تسهل على الأمريكان والإسرائيليين التصدي ليها في ضربة كانت عملية تحذيرية فقط. أما الضربة الثانية التي ضربت منذ أيام إسرائيل قامت بها إيران، أولا أبلغت الولايات المتحدة الأمريكية بالضربة ولكن لم تبلغها بأي سلاح ستقوم وبأي عدد وما هي الأهداف، يعني أبلغتها في وقت قصير جدا من عملية الضربة حتى لا تستطيع الرد، وبالتالي كانت ضربة موجعة. وهذا هو الذي أجل أو أخر الرد الإسرائيلي حتى هذه اللحظة، لأن هناك مباحثات أمريكية إسرائيلية بين الطرفين على المستوى العسكري وعلى المستوى السياسي من أجل ما هي الأهداف أو بنك الأهداف التي تستطيع إسرائيل ضربه دون أن تقوم إيران برد قوي جدا مزلزل على إسرائيل. أنها ضربة موجعة لكنها ليست مميتة، ضربة يعني في أطراف في مواقع معينة. وبالتالي كان الحوار بين الأمريكان والإسرائيليين، نتنياهو حاول إقناع الرئيس الأمريكي في مكالمة حوالي 50 دقيقة أنه حاول يضرب المنشآت النووية واستغل هذا الظرف ويقوم بضرب المنشآت النووية، فطبعا الأمريكان رفضوا هذا الطرح، قال أن احنا يجب أن نقصف المنشآت النفطية وندمر الاقتصاد الإيراني، أيضا هذا سيؤثر على الاقتصاد العالمي ويؤثر على أوروبا ونحن مقبلين على الشتاء، وبالتالي رفض دولة ضرب مواقع عسكرية موقع مناطق إطلاق الصواريخ وتصنيع الصواريخ الباليستية في منطقة أصفهان، وعمليات اغتيال وهجوم سبراني على بعض مواقع السيطرة والقيادة في إيران لشل إيران من القيام بضربات على إسرائيل. هذه هي الأهداف التي إسرائيل الآن حددتها. كان هناك اجتماع بالأمس في الكابينت اللي هو المطبخ السياسي من أجل اتخاذ القرار، ولكن خرج الكابينت بدون أي اتفاق على توقيت الضربة. ولكن الشيء المؤكد أن إسرائيل لن تقوم بضرب إيران إلا بموافقة أمريكية، وأنا بعتقد بأن الموافقة الأمريكية حصلت عليها، لأن وزير الخارجية اللي كان يتحدث في مؤتمر صحفي منذ قليل وقال أن يجب تأديب حزب الله وإيران لأن إيران بدأت تخرج عن الإطار العام وبتساعد جماعات إرهابية تحاول تدمير إسرائيل، وبالتالي كان هناك إشارات بأن أمريكا ستساعد وستساند إسرائيل في هذه الضربة المتفق عليها. طبعا على ذكر هذه النقطة واسمح لي أستاذ صلاح، يعني خلينا نقول أن أذرع إيران إن صح التعبير العسكرية سواء اللي موجودة في لبنان ممثلة في حزب الله أو الحوثيين في اليمن، إضافة لجماعات عسكرية أخرى أو مسلحة أخرى في العراق وسوريا أيضا، دخلت كجبهات إسناد. الآن نتابع هذا الصراع العسكري مع حزب الله من جانب إسرائيل بطبيعة الحال والتركيز على هذا الذراع. كيف ترى ما حدث مع حزب الله في الشهر الماضي وهي فترة أقل بكثير من صمود المقاومة في قطاع غزة، وكيف ترى أفقه ومستقبله وبقية الأذرع الإيرانية الأخرى إن صح التعبير؟ أولا يعني طبعا حزب الله، وإحنا كنا بنتابع حزب الله بيساند المقاومة في فلسطين وأعلن بأنه لن يوقف إطلاق النار حتى يتم وقف إطلاق النار على غزة، هذا هو المبدأ وهذه المعادلة. الآن حزب الله كلف رئيس الوزراء الإيراني بالتفاوض مع الأمم المتحدة ومع المجتمع الدولي من أجل وقف إطلاق النار وتنفيذ قرار 1701 وبسط السيادة الجيش اللبناني على جنوب لبنان وبشرط وقف الحرب. حزب الله أكد في رسالة إلى حماس بأن قبوله بوقف إطلاق النار ليس معناه فصل الساحات وليس معناه التخلي عن غزة. طبعا أنا مش فاهم
المصطلح ده معناه ايه؟ مش فاهم المصطلح ده معناه ايه، يعني وقف اطلاق النار يعني اسرائيل هتستفرض بقطاع غزه. هل مش هيبقى في جبهه اسناد من حزب الله، هيبقوا في جبهات اخرى، بس كان جبهه حزب الله هي الجبهه الاكثر اعتمادا الاكثر تاثيرا؟ اولا حزب الله الجغرافي والاسباب، حزب الله تعرض لضربه كبيره جدا، مش باعتراف حسن نصر الله الامين العام لحزب الله السابق نفسه قال ان احنا تلقينا ضربه موجعه، سواء معونات البيجر ثم عمليات الاغتيال الصف الاول والثاني والثالث، وكانت الضربه افقدت الحزب توازنه في الساعات وفي الايام الاولى، ولكن الحزب بعد ان عاد يعني توازنه وعاد ترتيب الصفوف، وقامت اسرائيل بعد الضربات الجويه بمحاوله التوغل البري، بدات تظهر وقدرات حزب الله في المعارك البريه وظهرت في الآية. طب النقطة ديت وتسمحني في المقاطعة أستاذ صلاح، هي مرتبطة إن صح التعبير بسيناريوهات كثيرة محتملة تتحدث عن خيانة لحزب الله، تتحدث عن تجسس، عن اختراق أمني، سيناريوهات عدة وكلها تتعارض لا تتوازن، بمعنى أنه سمعت حضرتك كثير من الأقوال التي تقول مثلا من اشتراك باعك، ووجهت هذه الرسالة في يوم سابق على اغتيال حسن نصر الله، وفي اليوم التالي تم اغتياله أو استهدافه حتى لقي استشهاده. التساؤل هنا، هل يمكن أن تكون أزرع المقاومة بتتصارع أو بتحارب منفردة دون إملاءات أو دون توجيهات أو دون تنسيق؟ يعني حاليا دون توجيهات إيرانية بمنتهى حاليا لا، يعني لا بالتأكيد، ده إيران هي الدعم الأساسي لحزب الله، وحتى والآن يعني القيادة، أنت عارف أن القيادة حزب الله بيبقى فيها اتنين من إيران، يعني حسب الهيكل الإداري لحزب الله بيكون فيها اتنين من القيادات الإيرانية، من الحرس الثوري، من الحرس الثوري الإيراني بيكونوا موجودين في القيادة الإيرانية، وبالتالي إيران بتدير الموضوع، سواء كانت القيادة الآن سواء اغتيل هاشم صفي الدين او موجود حتى الان، لا في اداره ايرانيه، وهناك كان وزير الخارجيه الايراني منذ ايام في لبنان ومتواصلين مع حزب الله، وبالتالي ان انا بعتقد بان ايران مستمره في دعم حزب الله، ولكن الحزب الان يعني صعد من وتيره الاستهداف، يعني بدات الصواريخ اللي هي بدل ما طويلة المدى بتصل إلى حيفا الآن وإلى مناطق في العمق الإسرائيلي، وكل يوم ضربات في العمق الإسرائيلي، وإسرائيل حتى الآن لم تستطع التوغل البري، يعني هناك تغير في المعركة لصالح حزب الله في خاصة في الجانب البري، لأن طبعا الجانب الجوي والطائرات الجوية حزب الله ليس لديه مضادات للدفاع الجوي، وبالتالي الطيران الإسرائيلي يستطيع الوصول إلى أي مكان في لبنان. ولكن حضرتك أشرت برضو إلى نقطة مهمة، موضوع الاختراق إلى حزب الله، يعني هل حزب الله مخترق؟ بالتأكيد هناك عملاء إيران. لبنان ليست دولة بالمفهوم، يعني إيران حتى الآن لا يوجد فيها رئيس، المخابرات موجودة على الأرض، فأجهزة المخابرات وكل أجهزة المخابرات العالمية موجودة، ده بالأمس القريب في الضاحية الجنوبية الجيش اللبناني اعتقل صحفي ألماني هو إسرائيلي الأصل ويحمل جواز سفر ألماني، وموجود في الضاحية الجنوبية، كان على كافيهات متصور والجيش اعتقله، ولكن عندما تدخلت ألمانيا أفرجوا عنه، ثم بعد ذلك اكتشفوا أنه لديه باسبور إسرائيلي فألقي القبض عليه حاليا في الضاحية الجنوبية. وبالتالي أنت الآن بتتكلم عن مجال مفتوح جداً للتجسس وزرع، ممكن أن يقوم أي شخص بزراعة الكاميرات أو زراعة الأجهزة الحساسة في الشوارع وفي الضاحية الجنوبية، يعني لبنان تستطيع أن تصل إليه، وأي مخابرات تستطيع أن تصل إليه، وليس شرط أن يكون إسرائيلي، المخابرات الإسرائيلية موجودة في لبنان، كل المخابرات الأجهزة الغربية وأي أجهزة في العالم تستطيع أن تساعد إسرائيل في مواجهة حزب الله، خاصة بأن حزب الله يعني ليس لا يعامله الناس حتى خاصة في المنطقة العربية كما تعامل حماس وفتح والفصائل الفلسطينية، يعني
هناك يعني فروقات في التعامل بين فصيل يدافع عن تحرير أرضه وفصيل بيساند ومحسوب على إيران، وبالتالي له أجندة مختلفة. يعني هناك اختلافات في التعاطف وخلافات في التعاطف يعني، وبالتالي ممكن أن يكون هناك أجهزة مخابرات كثيرة جدا بتتعاون مع إسرائيل في موضوع لبنان، وبالتالي حدث هذا الاختراق وحدثت هذه الاغتيالات، وما زالت الاغتيالات مستمرة حتى هذه اللحظة بالنسبة لحزب الله. إذا افترضنا أنه من بداية كلام حضرتك اللي بيحرك إسرائيل النظرية الأساسية هي السعي إلى إسرائيل الكبرى، هل يمكن القول أنه ما نشهده منذ عام مخطط صهيوني ينفذ بخبث، يعني وكأنه الأمر رد فعل وليس فعل، سواء تجاه غزة أو الضفة أو لبنان؟ لأنه بنشاهد أيضا وبنتابع نوع من أنواع التحرش إنجاز التعبير الإسرائيلي تجاه سوريا وربما مستقبلا تجاه العراق. صحيح. هل تتوقع أنه يمتد الإجرام الإسرائيلي لما أبعد من ذلك من حدود؟ يا أستاذ أيمن، أنت سمعت لما نتنياهو اغتال حسن نصر الله ونجحت عملية الاغتيال، طلع بكل عنجهية واتكلم بيقول سنعيد ترتيب الشرق الأوسط مرة أخرى، سنعيد ترتيب الشرق الأوسط مرة أخرى. الولايات المتحدة الأمريكية وضعت هذا المشروع، هذا الكيان داخل المنطقة العربية والمنطقة الإسلامية لمنع قيام اتحاد عربي في الأساس، يعني هو مزروع الغرب حاطين إسرائيل في وسط العالم العربي، لأن العالم العربي يشوف أوروبا توحدت ودول مختلفة وكمان أعراق مختلفة ولهجات مختلفة وتوحدوا وعملوا اتحاد أوروبي وعملة موحدة. فبالك لما الدول العربية، أنا شايف ده مدخل كويس تأذن لنا أن احنا نذهب به إلى ضيف كريم آخر، نرجع نكمل مع حضرتك مرة تانية أن الوحدة العربية وربما أيضا ضروري نقول بقيادة مصر تفرق كثيرا مع العرب. على يتحال معنا الآن الدكتور وليد عتلم الكاتب والباحث بالمركز الوطني للدراسات. دكتور وليد مساء الخير، تحياتي لحضرتك. مساء الخير وتحية لحضرتك ولضيفك الكريم. دكتور وليد، كيف تنظر للجهود المصرية الساعية منذ بداية هذه الأزمة إن صح الوصف والتعبير لوقف فوري ودائم لإطلاق النار وتحذيرات متعددة من ضرورة تسوية القضية الفلسطينية تسوية عادلة إلى آخر هذه الثوابت الخارجية أو الثوابت السياسية للسياسة الخارجية المصرية اللي بتتسم دائما بالرشادة وبالعقلانية ولا حياة لمن تنادي إن صح التعبير؟ نعم، هو يعني قبل أن نتناول الدور المصري علينا أن نسأل سؤال مهم، يعني هل كل هذا الدمار وكل هذه الإبادة وممارسة العقاب الجماعي على شعب بأكمله؟ نعم. وهذه الحرب العنصرية التي بلغت حد الإبادة وفقا للتوصيفات الدولية، هل هي فقط من أجل الدفاع عن أمن الدولة العبرية المزعوم وتقويض وتصفية حركات المقاومة في غزة؟ صحيح. وعلى رأسها حماس وفقا للسردية الإسرائيلية؟ الإجابة قطعا وقولا واحدا هي لا. الهدف الرئيسي لهذه الحرب وهذا العدوان هو تصفية القضية الفلسطينية وحسم الصراع العربي الإسرائيلي وفقا لرؤى حكومة نتنياهو السادسة. علشان كده إسرائيل ترغب في عودة قطاع غزة تحت السيطرة الإسرائيلية أمنيا دون السيطرة المدنية أو السيطرة الاقتصادية، تحت مزاعم منع تكرار عمليات خاطفة على شاكلة طوفان الأقصى. لكن الهدف الأساسي وما تخشى إسرائيل بالأساس هو عودة القطاع تحت سيطرة السلطة الفلسطينية، لأن ذلك يعني تزايد فرص تنفيذ حل الدولتين، وهو ما لا ترغب فيه دولة الاحتلال. هذا هو المخطط الحقيقي، وهو ما أدركته القيادة المصرية، رفضته ولم تقبل به بل وجابهته وعملت على إفساده. الدولة المصرية يعني عام من التحركات الرئاسية والدبلوماسية المصرية المكثفة لوقف نزيف الدم الفلسطيني ومجابهة مخطط التهجير القسري وتصفية القضية. الرئيس عبد الفتاح السيسي أجرى نحو 132 حديث هاتفي مع زعماء العالم منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر. القاهرة استضافت 108 قمة واجتماع، الرئيس شارك في 39 قمة واجتماع خارجي
لدعم القضية الفلسطينية وفتح الممارسات الإسرائيلية أمام العالم، ده إضافة إلى جهد كبير ومضني ومكثف من وزارة الخارجية المصرية والأجهزة المصرية المختلفة. الحقيقة أنه الدور المصري في دعم القضية لمدة 75 عاما ومنذ نكبة 1948 ظلت القضية الفلسطينية قضية العرب الأولى، لكنها دائما ما احتلت مساحة كبيرة من الاهتمام المصري، وهي مكون رئيسي وثابت من مكونات الدبلوماسية المصرية، وعبر عقود متتالية رفعت الدولة المصرية شعار أن فلسطين هي القضية المركزية الأولى للأمن القومي المصري، والدولة المصرية تعتبر أن فلسطين جزءا لا يتجزأ من أمنها القومي. والدبلوماسية المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلنت بوضوح تام منذ بداية العدوان على غزة أن ما يحدث هو نتاج مباشر لجمود عملية السلام، وبالتالي استند الموقف المصري إلى مرتكزات صلبة راسخة تتمثل في ضرورة الوقف الفوري للعدوان، رفض كافة المخططات الخاصة بالتهجير القسري وتسوية القضية الفلسطينية، والأمر الثاني أنه لا سبيل لإنهاء الدائرة المفرغة من العنف والعنف المضاد إلا من خلال إيجاد حل جذري عادل وشامل للقضية توقعات الدكتور وليد، لأنه حضرتك شرحت أجزاء كثيرة مهمة في الصراع العربي الإسرائيلي، وربما يعني حضرتك عرّكت على إشارة مهمة نوضحها أكثر، وهي أنه إسرائيل يبدو أنها من عدة عقود وهي تعمد إلى تفتيت الأراضي الفلسطينية، يعني من بعد الجدار الواقي كان من الصعوبة من مكان اتحاد الضفة مع القطاع، لكن على أي حال تساؤلي هنا الآن مع إشارات حضرتك الأخرى، هل ترى أن إسرائيل الآن مصرة على الاستمرار في غيها وتهجير الفلسطينيين إلى خارج أراضيهم؟ طبعا المسألة واضحة تجاه مصر والمملكة الأردنية على وجه الخصوص. نعم. وكيف نعم. ترى الفرملة إن صح التعبير ما بين قوسين لهذا الجنون وهذا العبث؟ الحقيقة أنه لو رجعنا إلى عام 22 الطريق الوحيد لنتنياهو لعودته مرة أخرى رئاسة الوزراء الإسرائيلية كان هو أن يتفق مع أحزاب أقصى اليمين في إسرائيل، على رأس هذه الأحزاب التي يقودها الحزب الذي يقود وزير المالية سموتريش والحزب الذي يقود بن غفير. هذه الحكومة قامت على اتفاق مفاده، وهي حكومة إسرائيل 37، حكومة نتنياهو 6، قامت على اتفاق مفاده الانتقال من مرحلة إدارة الصراع العربي الإسرائيلي إلى مرحلة حسم الصراع العربي الإسرائيلي من خلال وتقويض وتصفية ما يطلق عليه محور المقاومة ومحور الإسناد. هناك توافق أمريكي إسرائيلي تام على هذا الأمر، لأنه من جانب آخر يخدم المصلحة الأمريكية ويعيد النفوذ الأمريكي مرة أخرى إلى منطقة الشرق الأوسط. بالتالي يعني المخطط الإسرائيلي هو ماضي في طريقه، يعني لا محالة. أحداث 7 أكتوبر فقط هي من يعني أعاد ترتيب الأولويات بالنسبة للحكومة الإسرائيلية، فجعلت البداية في غزة، ثم يعني شهدنا ما شهدناه من اجتياحات في الضفة الغربية، والآن مع نهاية العام الأول من العدوان إسرائيل بتفتح جبهة جديدة في جنوب لبنان، وأيضا هناك التحرشات فيما يتعلق بسوريا. صحيح. وهكذا. بالتالي مع الأسف في ضوء هذا الدعم الأمريكي غير المسبوق وهذا التراخي الكبير من الولايات المتحدة الأمريكية في الضغط على إسرائيل، فإنه يعني إسرائيل ماضية في عدوانها. من سيحسم هذا العدوان هو سيد البيت الأبيض القادم. نتنياهو ليس غبيا، هو يعلم أن أو قدر مقدر دكتور وليد، ربما في لحظة ما في هذه المنطقة تتحرك الأحداث بشكل مختلف وبشكل قدري. على أي حال بكتفي بهذا القدر، وبشكرك شكر جزيل دكتور وليد عتلم الكاتب والباحث بالمركز الوطني للدراسات، شكرا جزيلا لحضرتك. أعود إلى ضيف الكريم في الاستوديو الأستاذ صلاح جمعة نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، كنا نتحدث عن الوحدة والاتحاد العربي وربما ككيان وظيفي إسرائيل خلقت إن صح التعبير في هذه المنطقة لمنع هذا الاتحاد أو هذه الوحدة. وليس غريبا وليس مصادفة في تاريخ أستاذ صلاح أنه جامعة الدول العربية كمنظمة تهدف ربما لشيء من الوحدة العربية تأسست حتى قبل منظمة الأمم المتحدة.
صحيح. وبطبيعة الحال تأسست أيضا قبل نشأة إسرائيل. ما الذي يمكن فعله الآن اعتمادا على هذا المنهج ربما لتقليل حجم الأضرار الإسرائيلية والأمريكية على المنطقة؟ نعم، أنا يعني هكمل لسيادتك من النقطة اللي وقفنا عندها، يعني بالنسبة للعالم العربي والدول العربية وزرع إسرائيل في المنطقة العربية، وكان هناك مخطط بأن تقود إسرائيل منطقة الشرق الأوسط، وكانت هناك اتجاهات أمريكية خليجية عربية لعمل محور ضد إيران، وهذا المحور تم عقد في بير السبع عدة اجتماعات وحضرت مصر، ولكن في النهاية مصر رفضت رفض ذريع الدخول في هذا المحور، وبالتالي أجهضت المخطط الأمريكي الإسرائيلي لعمل محور ضد إيران أو محور ضد المقاومة. خلينا نقول الضربة القاسمة لهذا التوجه إن الصين عملت مصالحة تاريخية ما بين إيران والمملكة العربية السعودية، وبالتالي هذا ما يفسر ضيق الولايات المتحدة الأمريكية ومساندة الولايات المتحدة الأمريكية لإسرائيل في هذه الحرب. دي أحد التفسيرات، إن هي مخططها الذي كانت تريد عمل شريان تجاري يربط الهند بمنطقة الشرق الأوسط بأوروبا بأمريكا عشان يوازن أو يكون مضاد لطريق الحرير. هذه الانتفاضة أو 17 تم على الأقل إرجاء هذا المشروع، وأخرت كل الاستثمارات التي كانت ستضخ في هذا المشروع، وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية كانت تريد أن تضع إسرائيل في هذه المنطقة وترتب لها الأوضاع لكي تكون هي اللاعب الأساسي والفاعل. طبعا هناك دول زي إيران وأزرع سياسية، بالتالي الولايات المتحدة الأمريكية هتستمر الحرب، يعني الحرب دي ستطول، يعني لن تنتهي هذه الحرب في القريب العاجل، لأن رغم هذه الجهود الدبلوماسية، لأن إسرائيل حرب يعني حاربت في غزة سنة وتريد أن تحارب في جنوب لبنان على الأقل عام آخر، يعني هذا هو السيناريو الذي تضعه إسرائيل من أجل القضاء على كل المقاومة ضدها. والولايات المتحدة على فكرة تؤيدها في ذلك بكل قوة، يعني ليس صحيح ولا أي شيء هناك ولا كل التحليلات ولا كل المعلومات اللي بتيجي تقول لك الولايات المتحدة الأمريكية غير راضية، الولايات المتحدة غير لم تكن راضية تعلم لم تكن تعلم. طب لو هي راضية الولايات المتحدة كان عملت إيه؟ كان يحصل أكتر من كده. يعني أنت بتقول لك لم تكن ترضى، لم تكن تعلم، لم نكن بعلم. صحيح. أمال هي لو كان عندها علم كنا دمرت الشرق الأوسط كله. وبالتالي أمريكا تعلم كل شيء، ولن يحدث ضربة على إيران إلا بموافقة الولايات المتحدة الأمريكية واختيار الأهداف، لأن من سيساعد إسرائيل إذا تطورت؟ يعني هل إيران فاتورة الحساب ربما تستهدف المصالح الأمريكية؟ هل إيران ستقف مكتوفة الأيدي؟ يعني اضرب إسرائيل بتقول أنا هشل إيران وهضرب المراكز القوة بتاعتها والسيطرة وبتاع هشلها، بس هل هي إسرائيل فعلا قادرة على شل مراكز القيادة والسيطرة وإن إيران لن تستطيع يعني الرد؟ ستنتظر متفرقة بالتأكيد، بالتأكيد طبعا. إيران هترد وترد رد موجع، سواء وهي عارفة هترد فين، وحددت الأهداف إسرائيل، حددت أهداف داخل إسرائيل، إيران حددت أهداف داخل إسرائيل لقصف هذه الأهداف. وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية عرضت على نتنياهو أن تعطيه بعض المساعدات، أن توقع على إيران بعض العقوبات، ولكن نتنياهو مصر على الضربة، والجنرالات الإسرائيليين مصرين على هذه الضربة. احنا هنرجع برضو سيادتك على سؤال سيادتك، وما هو المطلوب عربيا. انا بس الاول هعرج على دور مصر. مصر يعني خلال الفترة الماضية كما جاء في التقرير حضرتك، يعني التقرير وكما جاء في كلام الضيف العزيز برضو تحدث عن الدور المصري والدبلوماسية المصرية والاجتماعات وجهود القيادة السياسية. هناك أيضا جانب على الجانب الأمم المتحدة، مصر ساعدت مع المجموعة العربية في استصدار 4 قرارات من مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار على غزة، ولم ينفذ منهم أي صحيح. قرار حتى الآن صحيح. القرار 27-12 والقرار 27-20 و27-28 و27-35 اللي هو الأخير اللي وافق على خطة الرئيس الأمريكي من أجل وقف إطلاق النار، وهذا القرار حتى الآن وافقت عليه كل الدول العربية، وحتى الولايات المتحدة وافقت عليه، والفصائل الفلسطينية وافقت عليه لتنفيذ وقف إطلاق النار. نتنياهو رفض تنفيذ وقف إطلاق النار، كنا قاب قوسين أو أدنى 5 مرات من التوقيع على اتفاق، ولكن هذه الحكومة
رافضة وتريد أن تظل هذه الحرب وتريد أن تجرجر إيران إلى حرب طويلة الأمد. على الجانب العربي ما هو المطلوب عربيا وماذا تستطيع الدول العربية عمله؟ في دول أوروبية أوقفوا العلاقات التجارية مع إسرائيل. يعني الدول العربية وضعت في اجتماع وزارة الخارجية الأخير خطة عمل قانونية وسياسية. الخطة القانونية هي مساعدة جنوب أفريقيا في دعواها أمام المحكمة العدل الدولية. كل الدول العربية ستساعد جنوب أفريقيا وتقدم لها كل الدعم. أيضا على مستوى المحكمة الجنائية الدولية هناك فريق عمل عربي موحد تم إنشاؤه لوضع الدفعات وتقديم المستندات إلى محكمة العدل محكمة الجنائية الدولية لإصدار حكم سريع ضد الجنرالات الإسرائيليين. هناك أيضا تحرك في الأمم المتحدة لتجميد عضوية إسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة. وهناك تحرك أيضا لإدخال قبول فلسطين كعضو دائم في الأمم المتحدة. دخول فلسطين كعضو عامل في الأمم المتحدة سيسهل عملية التفاوض حل الدولتين. مصر برضو لها دور كبير جدا في موضوع يعني إعادة ترتيب البيت الداخلي حتى عندما يتم وقف إطلاق النار يكون هناك حكومة فلسطينية تستطيع الإشراف على قطاع غزة. ومصر استضافت خلال الساعات القليلة الماضية وفدين من حركة حماس وحركة فتح من أجل التباحث حول الأفق وحول ترتيب البيت الداخلي. تمام. من أجل يعني إسرائيل تقول ماذا بعد غزة؟ ما بعد غزة هي حكومة فلسطينية. صحيح. مصر بترفض وجود أي قوات سواء دولية أو أممية أو استمرار احتلال إسرائيل لقطاع غزة، وترى بأن السلطة الوطنية الفلسطينية هي الممثل الشرعي الوحيد وهي الأحق الوحيد بأن تكون في غزة. أستاذ صلاح جمعة نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، شكرا جزيلا، شرفتنا. شكرا يا فندم. شكرا. كل الشكر لحضراتكم على حسن المتابعة. على أمل اللقاء، دمتم في أمان الله.